طقوس مقبولة ومعقولة ولا أحد يعترض عليها رغم أنها ليست أصلا من الدين. هذا الموضوع مهم وأنا أدري رح يجرح مشاعر جماعة، لكن أنا ما أريد أجرح لي مشاعر واحد. في حال توقف هذه الطقوس ستبذل بريطانيا بالتحديد باعتبارها هي المسؤولة عن تسويه المذهب الشيعي بالتحديد كل ما تستطيع من أموال وإعلام من أجل إعلاء هذه المسألة وإعادة الحياة. الحقيقة والزبد، فيلم وثائقي يأتيكم من شاشة بلادي قريباً.